مشروع تطوير التراسل الإلكتروني من أهم التطبيقات الإلكترونية في تبادل المراسلات الحكومية، والتي يقوم على تنفيذها وتطويرها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والتي تستفيد منه 88 جهة حتى الآن. تكمن أهمية مشروع تطوير التراسل الحكومي الإلكتروني والذي يقوم بتنفيذه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتسريع دورة العمل وتبادل المراسلات بدقة وسرعة وسرية، بما يضمن سلامة وتأمين البيانات والمعلومات كافة عبر الشبكة. نظام التراسل الحكومي هو نظام خدمة يقدمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للحكومة والهيئات التابعة لها لإرسال واستقبال المراسلات الحكومية بينهم بين الجهات المستفيدة. النظام يعمل على شبكة الكويت المعلومات الكن، ويعتبر خطوة مهمة للانتقال للحكومة الرقمية، خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء سنة 2017 اللي منع أي مراسلة بين جهة حكومية وأخرى أن يكون يدوي. ويهدف المشروع إلى زيادة المرونة والتنظيم والمتابعة وتبادل الخدمات آليا بين الجهات، دون تحميل الجهة المستفيدة أي أعباء مالية، وسرعة تطبيق نظام التراسل الإلكتروني كأحد مشروعات الخطة المائية بالدولة، واستثمار مزايا شبكة الكويت للمعلومات الكين لأمن وسرية المعلومات والبيانات المتداولة بأنواعها المختلفة. حاليا عندنا 88 جهة شابكة على النظام، وتابع لها أكثر من 590 جهة فرعية، كلهم يستخدمون النظام بشكل يومي ويتراسلون بينهم بعض بشكل مباشر. النظام احنا قاعد نشوف فيه انه في نمو من سنه الى سنه، من 700,000 مراسله بالسنه الحين واصلين الى مليون واكثر من 1,200,000 مراسله سنويا بين الجهات الحكوميه. وبالنسبه لمشروع تطوير التراسل الالكتروني الحكومي، هو احد تطبيقات الحكومه الالكترونيه والتي تسعى حكومه الكويت لاستخدامها على طريق التنميه الحقيقيه ومواكبه الثوره الرقميه اقليميا وعالميا. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.